طبعا صوت طرقات المفاصل ده في ناس كتيرة جدا بتكرهه، في ناس طبعا بالنسبة لها دي عادة وبتحب تعمل العادة دي على طول. بس ايه الصوت ده والصوت ده بيجي منين؟ مبدئيا صوت طرقات المفاصل اللي انت بتسمعه ده ما هو الا عبارة عن صوت للغازات او تفريغ للغازات اللي موجودة بين فقرات الاصابع نفسها، يعني انت كده ما بتكسرش عظمك ولا كل الحاجات اللي احنا بنسمعها دي. من كتر حركة المفاصل بتاعة الجسم بتكون غازات موجودة بين مفاصل الجسم، الغازات دي بتبقى نيتروجين وثاني اكسيد كربون وغازات تانية موجودة جوه الجسم. فانت لما بتعمل الحركة دي كده وتيجي تطرقع بين صوابعك او بين مفاصل لك دلوقتي كده، فانت الصوت اللي بيطلع ده صوت ده لتفريغ الغازات اللي موجوده بين الفقرات نفسها. ولو كان الموضوع ده بين العظم نفسه زي ما احنا بنقول كده، فانت كان كل ما تعمل كده كل شويه تبتدي انها تطرع. بس الموضوع ده انك لو عملت كده مره زي ما انا عملتها دلوقتي هتيجي تعملها تاني مش هتلاقي اي صوت للغازات دي، فانت مستني على الاقل نص ساعه او ساعه او حركه ايدين كتيره او رجلين كتيره مكان ما انت بتطرع مفاصلك علشان تتكون الغازات دي تاني. اكبر دليل عن ان موجود دي غازات مش مجرد ايه فقرات نفسها او العظم نفسه. الا بقى لو انت عمال تعمل كده ويطرع معاك، فاعرف بقى انك عندك مشكله في العظم، الموضوع بالنسبه لك مش موضوع غازات. والعلماء موزونين نوعين، في ناس بتقول لك ان الموضوع ده مضر فعلا للايدين والصوابع والفقرات والكلام ده، وناس بتقول لك لا ده الموضوع عادي مجرد تفريغ غازات ومش مضر خالص. انت سواء كده او كده اهم حاجه انك تكون عرفت الصوت ده بيجي منين. وبس كده، لايك وفولو لو استفدت واشترك عشان تعرف معلومات اكتر. اشوفكم ان شاء الله في رحله جديده. سلام.